التطبيق يغير حديث، وتستهلك قد ايه ميه، ايه المشاكل اللي كانت بتقابلك، كنت بتشغل المكنه بتاعتك كام ساعه ودلوقتي بقيت شغال كام ساعه، هل التبطين فرق معاك ولا لا، انتاجيه الفدان بقت عامله ازاي، نوع المحصول نفسه والجوده بتاعته. اتفضل يا عم. الاول احنا كنا ما بنزرع ما كانش في طبطين زي كده وما كانش في ري حديث. دلوقتي الري الحديث فرق معانا كتير، وفرق الجوده كتير، وفرق الشغل كتير، وبقى منتج كويس جدا جدا. ماشي يا باشا، كلمتين وسيبه دي فرصه. عشان ترجم يعني الري الحديث الاول خلي بالك عامل معانا شغل كويس جدا جدا. الكمية والجودة ممتازة جدا جدا. توفير مياه واسمدة. توفير مياه واسمدة كويس جدا جدا. الحشايش نعم. وزيادة الانتاج. وزيادة الانتاج طبعا ممتازة جدا. وخلي النمو وخلي النمو الحشايش. والتبطين بقى مية متوفرة كويس جدا جدا، عدم ملوحة، ما فيش ملوحة، مية ممتازة جدا. كانت قبل التبطين بتملح المية في الأدوار طبعا، وبنزرعه هنا من زمان، واحنا بنطالبوا الإخوة المسؤولين يدعمونا عشان نعملوا شبك تنقيط، لأن احنا معناش إمكانيات. وبالنسبه للري بالتنقيط وفر علينا نسبه ميه كبيره، ووفر قله نمو حشايش، وفر ايد عامله، وفر زود الانتاج بدرجه عاليه، واحنا بنطالبكم تساعدونا عشان نعملوا شبك تنقيط، لان احنا ما معناش امكانيات. And apparently there are other areas that are not covered by the drip irrigation that they need support to convert from flood irrigation to drip irrigation. دكتور محمد النبي عايزك تسأله بس السؤال اللي هو سمعته بالنسبة للصرف الزراعي هنا. عايز أعرف بس بالنسبة للصرف الزراعي بتاعكم. شبكة الصرف. ماشي. هنا بالنسبة للأرض دي رملية، فإحنا بنحتاج إن الصرف بيقل. ومع الزراعه بنرفع منسوب الخاخ شويه علشان ايه الارض ما تاخدش مننا نسبه ميه كبيره، يعني احنا بنوطي الصرف في ايام قله الزراعه عشان يشد ننزل ملوحه، فاثناء الزراعه بقى بنخلي الصرف يرفع معانا شويه عشان ايه يبقى الميه قريبه للنبات، لان الارض بتشرب ميه كتير هنا. عايز اعرف حليت المشكله بتعملها بس في وقت ايه بقى؟ الصرف بيتن شغال، وهم بنتفق مع المحطات ان هي ما تخفضش المنسوب جامد عشان الارض هنا رمليه خالص مش هلاحقها ميه، فاحنا علشان برضو موضوع الري بالتنقيط احسن، لان بيدي النبات ايه ميه يومي، انا بدي له ميه يومي على قد احتياجاته، انما لو رويته غمر بياخد ميه كتير والميه بتنزل. هنا جمعيه مستخدمي ميه ولا في روابط دي عامله هي اللي شغاله مع الري عشان بتعلي لك المنسوب وتوطيه لك زي ما انت عايز، يعني في تنسيق موجود. مدير المنطقه موجود يا مهندس سعيد. كميه الانتاج اللي زادت قد ايه تقريبا كده؟ يعني لو هنحسب مثلا بالفدان زراعه زرعتها في الري بالغمر وزراعه ثانيه زرعتها في الري الحديث، بالنسبه لكميه الانتاج قبل الري العادي بتبقى مثلا 15 طن الفدان، في الري الحديث بيوصل لغايه 30 طن الفدان. طيب وكان الفدان بياخد في الغمر والحديث قد ايه اسمده وقد ايه عماله؟ وبعد وفي الري الحديث خد قد ايه؟ بالنسبه للري العادي كان بياخد تسميد عالي، لان نسبه الميه بتاخد نسبه تسميد عاليه وبتنزلها في الصرف، اما حاليا انا بديله التسميد على حسب احتياجاته. يعني قد ايه تقريبا كان بياخد قد ايه كام شكاره مثلا الفدان ودلوقتي بياخد قد ايه؟ تقريبا مثلا اما تتكلم في الوحدات الازوت كان الفدان بيحتاج له مثلا 150 200 وحده ازوت. النهارده انا ممكن ادي له 100 ل 150 وحده ازوت، اما بالنسبه للبوتاسيوم
توفير 30%. طب وبالنسبه لميه الري، كان لما كنت بتروي بالغمر كنت بتقعد كام ساعه تروي، وكميه الميه قد ايه، بتستهلك قد ايه جاز والمصروفات؟ هي بالنسبه للتكلفه في الجاز كده بالنسبه لي اكتر، لان المكنه في الري المطور بتاخد وقت دوره اكتر، بس كميه الماء المنسحبه اجل. ايوه انا بتكلم في كميه الماء، فكده احنا ممكن نحتاجه، ان احنا عندنا كميه محطات كهرباء هنا، ممكن لو هم هيطوروا لنا المنطقه خلاص زي النظام او طاقه شمسيه او محطات الكهرباء هنا، محطه هنا كبيره ممكن يعملوا لنا مواتير توفر معانا، بدل ما نجيب نستعمل جاز يبقى ويتوفر في بالنسبه للدقيقتين بس. طب بس نترجم بس شويه اللي تقال دلوقتي. هي ستيتس ذات دي برودكتيفيتي از اولموست دبل، دي اماونت اوف فيرتيلايزر از اولموست لس 30%، the amount of water is less, but he could not quantify how much. The system of irrigation is different from the past. And the question from Dr. Ahmed was about the drainage system. They are managing the land in a different way than it used to be in the past, because this is a sandy soil. It does not hold the water. So they have to have a different system for the management of the drainage pumps in order to maintain a certain level of water in the ground during the irrigation. Yeah. So in brief, I mean, you know, the system has improved dramatically, as we can see. And I mentioned the request. Oh, okay. He needs further support. Still with the electricity, you know. Yes, the electricity is an issue. Yes, because they operate the pumps for longer time because of the drip irrigation. The drip irrigation needs frequent pumping, but obviously with less quantities of water. So there was a solution over here that they can shift to solar energy in order to reduce the amount of electricity being taken from the grid. And there is a model هنا for solar energy. مش كده دكتور سنة؟ ومردوده. احنا برضو يعني المعلومة في بداية الأمر دكتور محمد، احنا كنا الأول في بداية قبل ما نأهل الترعة كنا بندفع مية فيها سيادتك. كنا بندفع مياه للترعه الاول قبل التعيل، فكانت المياه بتنزل تحت الجسر اليمين والجسر الشمال، لان تربه رمليه كان بيتهدر اقل حاجه 20% من هنا و20% من هنا. ده كان في بدايه الامر. وطبعا لما بنقفل الترعه ال20 اللي دخلوا تحت الجسور بيملحهم، يرجعوا الترعه تاني في الترعه ويملحهم، فيجي مجرد ما اقفل الترعه ما حدش بيروي. ده وانا اقول لسيادتك 20% جم منين، لان انا عندي محطه فوق بتغذي، حسبت الفرق بين الـ قبل التاهيل وبعد التاهيل، لان بوفر اقل حاجه 35% ل 40% بعد التاهيل. فمجرد احنا ما خلصنا التاهيل كل المايه اللي بندفعها، سيادتك ممكن تترجم الجزء اللي فات ده، كل المايه اللي بندفعها في الترعه من الاول للاخر ما بتروحش حاجه شمال ولا يمين. ولما بنقفل الترعه نقطة المياه اللي موجودة في الترعة بتفضل بحالتها ونفس الجودة ونفس العينة، وبالتالي خلال دور البطالة بتفضل مياه مستمرة وموجودة كأنه دور عمالة، لأنه ما حصلهاش خلط بالملح. The salinity of the water is low with the canal lining. He explains that before the lining of the canal, the water seeps into the ground, and once the level of water goes down, so the water goes back again into the canal. It acts as a drain, and that's increased the salinity of the water in the canal. Now with the canal lining, he estimated the amount of water that's saved is at least 20% of the water is being saved. It's not lost, and the quality of the water or the salinity of the water remained the same. It is not increased because the lining of the canal reduces the seepage to the ground and back again to the canal. بس النقطة الثانية والأخيرة طبعا، إن احنا وفرنا في المية اللي طالعة، وفرنا في استهلاك الكهرباء المحطة اللي بترفع، وفرنا في المعدة نفسها. لا بتكلم المحطه اللي بتغذي الترعه بتكلم هنا صغير، انا بتكلم عن المحطه اللي بتغذي الترعه كلها، ما انا دي بتغذي بالرفع. وفرت في تشغيل المحطه نفسها، اهالينا هنا ويشهدوا. لا ما هو وفرنا في كل ده، لدرجه ان بالنسبه لنوعيه المياه كانت قبل، طبعا انت عارف سيادتك دي خالط قبل التعيل، كل اسناها اكتر من مره وكلهم اسوها، لان كلهم زارعين بطانيه مساحه كبيره 1700 فدان، كانت 500 جزء في المليون، النهارده 250 ما بتعديش، يعني تقريبا قللنا الملوحه بتاع التربه في خلال بعد التعيل. This is an important point that the overall use of electricity in the system is lower actually.
the main pumping stations are the operation hours for the main pumping stations is less, but obviously it reflects on the other, it's the other way around for the small farmers because they have to increase the hours of operation. But the overall electricity consumption is reduced, and the salinity is now like 250 ppm per million. And it used to be in the past 500 ppm, which is reduced by half, and that's why maybe Dr. Rusama was talking about the solar energy could be a solution for the small farmers in this respect. Yeah. بلس آخر بقى حاجة بعد اللي حصل ده ومردوده علينا كلنا كانت في سعر الأرض أهلنا كلهم حاضرين كان الفدان 500,000 مثلاً سي أو 600 النهاردة 800 مليون. بعد انواع التاهيل الارض ارتفع سعرها ولانه طبعا بدات تعطي وبدات تدي انتاجيه عاليه وبدات الادوار اتحسنت بدات how big are the farms how big are the farms قد ايه مساحات الحيزات قد ايه how many fedans how many fedans two and a half fedans and five fedans because this is partially this is new land actually this is not old this is يعني project that reclaimed okay, reclaimed land that's اصلاح مش كده okay this is reclaimed land so في اليوم السابع تابعنا النهارده جوله مع السيد نائب وزير الموارد المائيه والري والسيد معاون محافظ كفر الشيخ اتجولنا في اماكن كتيره نيجي نتعرف مع بعض ايه اللي حصل النهارده كمان مع وفد اجنبي وفد البنك الدولي. ازيك يا دكتور؟ يا اهلا بيك. الله يحفظك. ايه اللي حصل النهارده؟ والله اللي حصل النهارده محافظه كفر الشيخ من المحافظات المهمه جدا بالنسبه لنا على الاقل على صعيد اداره المياه، كانت من المحافظات اللي دايما في مشاكل في وصول المياه للنهايات. احنا دلوقتي قدام نموذج فريد لترعه موجوده تعتبر في اخر زمام المحافظه. قمه النجاح انك تلاقي الترعه دي متبطنه والاهالي بنفسهم بيقولوا ان المياه بتوصل للنهايات، في منزرع 8000 فدان منهم 2000 فدان ري حديث. مش كده وبس، لا ده هم هيكملوهم كمان، هيوصل كل الزمام لري الحديث. الحقيقه هم نفسهم اتكلموا عن حجم الوفر وزياده الانتاجيه وكفاءه المحصول والمنتج، فكويس انك انت تسمع من المنتفع اكتر ما تسمع من مسؤول الحكومه. الحقيقه الزياره برضو شهدت تفقد بعض المناطق اللي احنا بنعمد لحمايتها.